بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأدخلنا في دائرة عبيدك السعداء، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر زلاتنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وبعد، فنستأنف من جديد بعد هذه الفترة الطويلة من قبل شهر رمضان وإلى هذا الموعد، نستأنف الدروس في علم المنطق وفي كتاب شرح السلم المنورق لسيدنا الإمام برهان الدين حسن القويسني شيخ الأزهر الشريف في عهده. وصلنا إلى قوله: باب في القياس. إن القياس من قضايا صورا، مستلزما بالذات قولا آخرا. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. الكلام الآن في القياس. القياس كما بينه ووضحه له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، والقياس هو المقصود الأعظم من هذا الفن، يعني هو أعظم باب في المنطق، إذ به تدرك الأحكام العقلية والشرعية وكيفية استنتاجها واستثمارها، وبه تعرف التصورات وما معرفتها إلا من أجل هذا المقصد. يعني كأن القياس هو المقصد الأول أو الأعظم من فن أو من علم المنطق، وكل ما تقدم على هذا الباب يعتبر من تقديم الوسائل على المقاصد، يعني كل ما تقدم بمثابة وسائل، وهذا هو الإيه؟ هو المقصد أو هو المقصود.
ذلك أن التصديق لا بد أن يتقدمه تصور، إذ الحكم على مجهول لا يفيد. والتصورات كما درسناها من قبل مكتسبة بالحدود والرسوم، وهي متوقفة، التصورات متوقفة على معرفة الكليات الخمس. فلما فرغ الناظم من ذلك كله شرع فيما يوصل إلى التصديق، والذي يوصل إلى التصديق وهو المسمى حجة كما تقدم، وهو ثلاثة تصديقات، أو التصديق ثلاثة: قياس واستقراء وتمثيل. هذا هو الذي يوصلنا إلى التصديق، وهو المسمى حجة. عندنا ثلاثة أشياء توصلنا إلى هذا الأمر: القياس والاستقراء والتمثيل. بدأ الناظم بالقياس لأنه أشرف الثلاثة وأقواها، وهو كفيل بحصول المطالب التصديقية على سبيل القطع لا يشاركه فيه غيره، بخلاف الاستقراء والتمثيل. ومن أئمة هذا الفن من جعل الاستقراء والتمثيل من لواحق القياس. يبقى إذن هذا هو الذي يوصل إلى المقصود على سبيل القطع، بخلاف الاستقراء والتمثيل، فإنهما وإن كانا مهمين إلا أنهما لا يوصلان أو لا يفيدان القطع واليقين كما يفيده القياس المنطقي. يبقى إذن نظر المنطقي في الحجة باعتبارين: أحدهما معرفة صورتها وكيفية ترتيبها وتأليفها، والثاني النظر في مرادها من كون الحجة عقلية أو نقلية، يقينية أو ليست يقينية أي ظنية. هذا هو المقصود. أولا، ما معنى القياس في اللغة؟ يبقى القياس في اللغة معناه التقدير. نحو مثلا عندما نريد أن نقطع ثوبا من القماش لأفصله مثلا جبة أو جلباب أو نحو ذلك، فآتي بآلة أقدر عليها القماش، يعني هذه الآلة تسمى القياس، التي أقيس عليها مثلا يكفيني أو أقدر على هذا الجسد 5 أمتار، وأنت مثلا 3 والآخر 4 أو أكثر أو أقل. فعندما أقدر الكمية التي يفصل منها الثوب، هذا العمل يسمى قياس. يبقى القياس في اللغة معناه تقدير شيء على مثال شيء آخر، هذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فالمعنى ما أشار إليه الناظم عندما قال: إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر. فهذا هو المعنى الذي أشار إليه الناظم. ما هو؟ فنقول القياس في الاصطلاح لفظ مركب من قضيتين فأكثر. إن القياس من قضايا صورة، والمراد بالقضايا على الأقل قضيتين فأكثر.
فكلمة قضايا جمع، ولكن المراد كم؟ قضيتين فأكثر. وإنما في التعريف قلنا لفظ، لأنه قال إيه؟ صورا، يعني ركب من قضايا، ومراده من كلمة قضايا قضيتين فإيه؟ فأكثر، لأنه قد يتركب من قضيتين فقط. والذي يتركب من قضيتين فقط يقال له القياس البسيط، والذي يزيد على ذلك يسمى المركب. فمثلا نريد قياسا من قضيتين فقط، فنقول كده: القضية الأولى العالم متغير، هذه هي الصغرى، وكل متغير حادث، هذه هي الكبرى. فيترتب على هذين القضيتين أو على هذين القولين قول ثالث وهو النتيجة. فعندما أقول العالم متغير، هذه قضية، وكل متغير حادث، هذه هي القضية الثانية وتسمى الكبرى. ما الذي يترتب على هذين القولين أو على هذين الحكمين أو على هذين القضيتين؟ قضية ثالثة تسمى النتيجة، وهي العالم متغير وكل متغير حادث. ما هو الذي يترتب أو ما هو الذي يظهر؟ قول ثالث، العالم حادث. فممكن أن نجعل هذا القول الثالث الذي هو النتيجة نجعله مقدمة صغرى، ونأتي معه بمقدمة كبرى، يعني نقول كذا: العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فيأتي قول آخر وهو أن العالم لا بد له من محدث، ثم نجعلها قضية صغرى، ونأتي أو نضم معها قضية كبرى، فينتج وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا هو القياس، إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا. فإذا يستلزم قول آخر، المسمى بالنتيجة. واستلزام مقدمات القياس النتيجة عند أهل السنة أمر عادي، يعني يخلق الله تعالى أو يوجد النتيجة عندما يستحضر القائس أو المفكر القضيتين ويربط بينهما، فيخلق الله تعالى النتيجة عند استحضار المقدمتين، ولو شاء الله تعالى لم يخلقها. هذا هو مذهب أهل السنة، بأن يحدث ذهول أو لا يتفطن الإنسان للربط بين الأمرين فلا توجد النتيجة. إذن فوجود النتيجة، عندما قال الشيخ الأخضري: إن القياس من قضايا صورا، مستلزما بالذات قولا آخر. هل هذا الاستلزام عقلي؟ يعني لا بد منه؟ يعني لا يتخلف؟ لا، كما قال مين أهل السنة؟ قالوا إنه أمر عادي يخلقه الله تعالى عند استحضار المقدمتين أو عند الربط بينهما، ولو شاء لم يخلقه. أما الفلاسفة قالوا بالاضطرار، يعني قالوا لا بد، إذا وجدت المقدمات لا بد من وجود النتيجة ولا تتخلف. هذا هو قول مين؟ الحكماء. والمعتزلة قالوا بالتوليد، وكل الأقوال باطلة ما عدا مين؟ قول أهل السنة والجماعة. فمثلا عندما نقول العالم حادث، هذه نتيجة جاءت عن عن مقدمتين سابقتين، ما هما؟
ما هما المقدمتان السابقتان؟ ها، العالم ايه؟ متغير، وكل متغير حادث. فهذه النتيجة أو هذا اللفظ صور من قضيتين فلزم منهما، وقلنا اللزوم عادي، لزم منهما لذاتهما قول آخر. وقد يتركب القياس من أكثر من قضيتين، فإذا تركب من أكثر من مقدمتين أو من قضيتين يسمى إيه؟ ها؟ يسمى المركب. يبقى البسيط يتركب من إيه؟ من قضيتين فقط. يبقى لا يمكن أن يتركب، لا يمكن أن يتركب القياس من قضية واحدة، هذا لا يمكن. على الأقل لابد من قضيتين، وهذا يسمى القياس البسيط. لكن ممكن نأتي بقياس مركب فنقول رؤية هلال رمضان توجب دخول شهر الصيام، ودخول شهر الصيام يوجب الصوم على المسلم. إذن رؤية هلال رمضان توجب الصوم على المسلم، هذا إيه؟ ليس بسيطا، وإنما هو إيه؟ لأنه تركب من أكثر من إيه؟ من قضية. وهكذا حتى لو ركبته من 100 قضية يسمى مركب. أما إذا كان من قضيتين فيسمى إيه؟ ولذلك لم يقولوا في المركب إنه من 4 أو من 6، إنما قالوا فأكثر. كلمة فأكثر دي تشمل أي عدد فوق الإيه؟ فوق المقدمتين أو فوق الاثنين. إذن فمراده من قضيتين فأكثر بناء على أن التثنية جمع في المعنى. يعني ممكن واحد يسأل سؤال يقول الناظم قال من قضايا ولم يقل من إيه؟ من قضيتين. هذا مبني على أن المراد بالجمع ما فوق الواحد، المراد بالجمع ما فوق الإيه؟ ما فوق الواحد. أو المراد من جنس القضايا، يعني لا يريد بالقضايا جمع ولكن إيه؟ من ما تركب من جنسها. وعلى كل فهو شامل للقياس البسيط، وهو ما تركب من قضيتين، وللمركب وهو ما تركب من أكثر. يعني عندما قال إن القياس ولم يقل المركب أو البسيط، إذن فشملهما سواء كان بسيطا أو مركبا. عندما قال إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات، بالذات، ما المقصود بكلمة بالذات؟ وهذا يسمى قيد احترازي، لأنه مخرج للقول المؤلف من قضايا إذا لزم منه قول آخر لا لذاته بل لخصوص المادة أو بواسطة مقدمة غريبة. يبقى إذن كلمة بالذات أخرجت إذا ما لزم القول الآخر لا للذات بل لخصوص المادة أو بواسطة مقدمة أجنبية. مثال الأول كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بصاهل، هذا قياس. لا شيء لأنه مركب من إيه؟ من مقدمتين. لا شيء من الإنسان بحجر، هذا صحيح. ولا شيء من الحجر بصاهل،
فيلزم على هذا إيه؟ أنه لا شيء من الإنسان بصاهل وهو صادق. يعني هذان المقدمتان نتجت عنهما نتيجة صادقة لا كاذبة، وهي لا شيء من الإنسان بصاهل، ولكنه ليس لذاته، يعني ليس لذات القياس، وإنما لخصوص المادة. يعني هذا القول لازم لخصوص المادة لا لذات المقدمتين. يعني احنا قلنا القول الذي يلزم له، القول الثالث له النتيجة، يلزم ليه؟ لذات القياس، يعني لخصوص المقدمتين. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل، ما هي النتيجة؟ تحذف الحد الوسط حيأتي لا شيء من الإنسان بصاهل. هذه صادقة أو كاذبة؟ لكنها صدقت لا لذات القياس، بدليل إيه؟ أنك لو جعلت الناطق في الكبرى بدل الصاهل لكذبت النتيجة مع صدق المقدمتين. يعني احنا هنعمل ايه؟ هنشيل الاول، قلنا لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل، هنحذف كلمة صاهل ونضع مكانها كلمة ناطق، فكيف تكون النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بناطق، وهي كاذبة مع إيه؟ مع صدق المقدمتين. إذن فلا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة. ولذلك إيه؟ كلمة إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات، يبقى إذا لا بد أن يكون الاستلزام بالذات لا ليه؟ يبقى إذا لما قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل وجاءت النتيجة لا شيء من الإنسان بصاهل، هذه ليست لذات القياس وإنما لخصوص ليه؟ لخصوص المادة. المثال الثاني، وأما الثاني فالمراد بالمقدمة الغريبة، يعني مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، ولذلك هذا يسمى إيه؟ قياس المساواة. يعني إيه ده؟ بيقولوا هذا القياس لازم لنتيجة أجنبية ليست إيه؟ من ذات الإيه؟ القياس. يبقى مثلا قلنا في الأول كلمة بالذات أخرجت إيه؟ ها؟ أخرجت إذا كان لخصوص إيه؟ أو إذا كان لواسطة مقدمة أجنبية، وهذا الذي نشرحه. كيف ذلك؟ نأتي له بمثال، وهذا يسمى إيه؟ قياس المساواة، وهو ما تركب. شوف مثلا هنجيب مثال له بعدين نشرح ايه معناه. مثال قياس المساواة: ألف مساوي لباء، وباء مساوي لجيم. فإنه يلزم ايه؟ ما الذي يلزم لما يكون ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم؟ هيلزم ايه؟ ألف مساوي لجيم، لكن لا لذات الإيه؟ القياس، بل بواسطة مقدمة غريبة أو أجنبية، وهي إيه؟ وهي أن المساوي لشيء مساوي له للشيء الآخر. يعني مثلا أنت مساوي لعلي وعلي مساوي لبكر، فأنت مساوي لبكر لأن المساوي للمساوي مساوي لمثله. وضحت كده؟ أو
لأن مساوي المساوي لشيء يعني شيء مساوي لشيء، وأنت مساوي للمساوي، إذن فأنت مساوي للشيء. واضح ولا لسه؟ يبقى إذن مساوي المساوي لشيء مساوي لإيه؟ لنفس الشيء. اسمه ده إيه؟ قياس الإيه؟ قياس المساواة. زي مثلا بنقوله كده إيه، شوف كده قياس المساواة، نجيب منه مثال شرعي، فنقول نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدم على الرسل في الفضل، صح كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الأنبياء والرسل في الفضل، والرسل مقدمون على الملائكة، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدم على مين؟ على الرسل، والرسل مقدمون على الملائكة، فما يلزم؟ يلزم من ذلك تقديم سيدنا محمد على الملائكة، لأن المقدم على المقدم على الشيء مقدم على الشيء نفسه، يعني هو مقدم على المقدم، يعني هو الرسل مقدمون على الملائكة وهو مقدم على الرسل، إذن فهو مقدم على مين؟ على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولكن ليس لذات القياس، وإنما لمقدمة أجنبية، وهي كل ما هو مقدم على المقدم على الشيء فهو مقدم على الشيء. وضحت ولا ما وضحت شيء؟ ها؟ وضحت. فهذا يسمى إيه؟ بواسطة إيه؟ مقدمة إيه؟ أجنبية. يبقى إذن قياس المساواة وما تركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى، والمثال الإنسان مساو للناطق والناطق مساو للكاتب، فيلزم الإنسان مساو للكاتب، لكن هذا ليس لذات القياس بل بواسطة مقدمة أجنبية. ما هي المقدمة الأجنبية؟ هي أن كل مساوي لمساوي الشيء مساو لذلك الشيء، ولهذا لم يتحقق هذا اللزوم إلا حيث تصدق هذه المقدمة، نحو التغير ملزوم للحدوث، خلاص؟ يعني طالما في تغير يبقى هناك إيه؟ حدوث، والحدوث ملزوم للافتقار، فيستلزم ذلك أن التغير ملزوم للافتقار بواسطة إيه؟ مقدمة أجنبية، وهي أن ملزوم الملزوم ملزوم، ملزوم الملزوم ملزوم، زي ما قلنا مساوي المساوي إيه؟ مساوي، خلاص، أو المقدم على المقدم إيه؟ مقدم. وأما إذا لم تصدق تلك المقدمة الأجنبية فلا يحصل منه شيء، يبقى هذا يسمى إيه؟ لمقدمة أجنبية، بس بشرط أن تصدق، فإذا لم تصدق يبقى لا يخرج من هذا القياس شيء، كقولنا إيه؟ الإنسان، خد بالك من الأول المقدمة لما قلنا مساوي المساوي والمقدم على المقدم صدقت، فهذا القياس صدق لا لإيه؟ لا لذات القياس، وإنما لصدق المقدمة لإيه؟ الأجنبية، لكن إذا لم تصدق لا يخرج منه شيء. هنجيب مثال، هذا المثال الإنسان مباين، مباين يعني ما معنى مباين؟ يعني مغاير، الإنسان إيه؟ مباين، إيه معنى مباين؟ يعني مغاير، الإنسان مباين للفرس،
والفرس مباين للناطق. في هذه الحالة حيطلع النتيجة الإنسان مباين للناطق وهذه كاذبة. ليه؟ يبقى عشان المقدمة الأجنبية غير إيه؟ يبقى لعدم الصدق الأول قلنا مساوي المساوي مساوي المساوي لشيء مساوي للشيء هذه صادقة أو لا؟ لكن ليس مباين المباين مباين فهذه كاذبة اللي هي إيه؟ مباين يعني هذه كلمة مباين المباين مباين هذه غير إيه؟ غير يعني لا يعني إيه؟ لا تضطرد لا تأتي في كل الأحوال ممكن تيجي مرة يعني مثلا شوف كده حجيب مثال الثلاثة نصف الإيه؟ نصف الستة صح؟ طب والستة نصف الإيه؟ الاثنى عشر فهل نصف النصف نصف للشيء؟ لا يعني لا نقول الثلاثة نصف الستة والستة نصف الاثنى عشر فلا تكون الثلاثة نصف الاثنى عشر ليه؟ لعدم صدق أن نصف النصف نصف يبقى هذه لا تصدق خلاص ولذلك قال إيه قولا إيه آخر خلاص لا. يعني مثلا يعني ممكن أنت تكون صديق إيه لعلي شو كده وعلي صديق لبكر صح كده فهل يلزم من هذا أن تكون صديقا لبكر لا يا ليس صديق ليس صديق صديق الأخ صديق للأخ فقد يكون عدو ومثلا أنا عدو لزيد كده وبكر عدو لزيد فلا يلزم من هذا أن أكون عدوا لبكر فقد أكون صديق له وضحت الأسئلة يبقى إذن احنا عندنا ايه كلمة ايه بالذات افهمها جيدا يبقى اذا لم يكن هذا الاستلزام لذات المقدمتين فلا يكون قياسا وانما ده بيكون ليه لخصوص الايه لخصوص المادة او لمقدمة ايه مقدمة اجنبية ولو كان لازما لذات المقدمتين لصدق في كل الأحوال هذا هو الفرق فإذا اختل يعني جاء صادف مرة جاءت اللي زي إيه المساوي للمساوي لشيء فهو مساوي للشيء فهذا لا نقول مثلا المناصف للشيء فهو مناصف لا هذا لا يصدق أو المباين للمباين لشيء فهو مباين هذا أيضا لا يصدق أو العدو لشيء أو الصديق لشيء كل هذا لا يصدق يسمى ليه لخصوص المادة أو ليه أو لمقدمة إيه أجنبية طيب إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر هذا أيضا قيد يخرج المقدمتين باعتبار استلزامهما لإحداهما استلزام الكل لجزئه فلولا هذا القيد لدخل كل قضيتين سواء كانتا على تأليف قياس منتج أم لا يبقى لابد أن يكون الاستلزام لقول إيه آخر وليس استلزام المقدمتين كل منهما للإيه للأخرى يعني مثلا عشان نخرج إيه كل إنسان حيوان وكل حجر جسم لأنه لا يستلزم قولا آخر هل هذا يستلزم قولا آخر مقدمتين كل إنسان إيه حيوان وكل حجر جسم
هذا لا يستلزم قولا آخر. لماذا؟ لأنه لم يندرج أحدهما في الآخر، اندراج الجزء فين؟ في الكل. يبقى إذن شمل هذا التعريف القياسي الإيه؟ الصادق، المقدمات وغيره، فيشمل القياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسوفسطائي، يعني يشمل جميع أنواع القياس. والنتيجة تسمى قبل الشروع. خد بالك احنا بنرتب، نرتب مقدمتين، احداهما تسمى ايه؟ صغرى، والثانية ايه؟ فينتج ايه؟ النتيجة اللي هي القول الايه؟ الثالث، او القول الايه؟ الاخر. النتيجة قبل الشروع في الاستدلال تسمى ايه؟ لسه ايه؟ لم نستدل، تسمى ايه؟ تسمى دعوة. خد بالك من هذه الألفاظ، دعوة. فلما نجيب المقدمات كده يبقى بعد ما نشرع في ترتيب المقدمات تسمى مطلوب. يبقى النتيجة قبل الشروع في الاستدلال اسمها ايه؟ دعوة. طيب وبعد الشروع تسمى ايه؟ مطلوبا. طيب وبعد الربط بين المقدمتين تسمى نتيجة. يبقى لها كم اسم؟ أول شيء اسمها دعوة، وأثناء الشروع في القياس اسمها مطلوب، يعني كأنك تطلب بترتيب المقدمتين أمر آخر. لكن في الأول دعوة، أنت تريد إيه؟ بتدعي. يعني مثلا لما نقول كده العالم حادث، قبل أن تستدل اسمها دعوة، أقول لك فين الدليل؟ يعني واحد بيدعي، يدعي أن العالم حادث وأن الإله سبحانه وتعالى قديم دون أن يأتي بإيه؟ بالقياس. فهذه تسمى إيه؟ دعوة. طب عندما نرتب المقدمات قبل الوصول إلى الحكم تسمى إيه؟ مطلوب. طيب وبعد أن نصل إليها تسمى إيه؟ تسمى نتيجة. يبقى إذن الدعوة والمطلوب والنتيجة واحد، ولكن تسمى دعوة قبل الشروع، وعند الشروع تسمى مطلوب، وبعده تسمى ايه؟ تسمى نتيجة. وضحت ولا لسه؟ واضح. طيب يلا يا شيخ محمد اقرأ. وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر كتقدير المزروع على آلة الضبط. واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله إن القياس من قضايا صورها مستلزما بالذات قولا آخر. إن القياس قول من قضايا صورها، أي ركب تركيبا خاصا حالة قوله مستلزما بالذات، أي لذاته قولا آخر. يبقى لذاته، ليس لخصوص المادة وليس لمقدمة أخرى. فقولنا قولا جنس يخرج به المفرد، فإنه لا يسمى قولا لأن القول عند المناطق خاص بالمركب. يعني قال مستلزما بالذات، لم يقل لفظا أو لم يقل مفردا، بل يستلزم قولا، والقول عند المناطق لا يكون إلا مركبا. يعني عندما يأتي مثلا نقول العالم متغير، وكل إيه؟ متغير إيه؟ حادث. ما هو الذي ينتج؟ قول ولا مفرد؟ قول، اللي هو العالم حادث، هذا قول، يعني لا ينتج إيه؟ مفرد أو لفظ، وإنما يأتي جملة قول. فقولنا صورة من قضايا يخرج القضية الواحدة، والمراد بالقضايا قضيتان أو أكثر ليشمل القياس المصير، وهو المركب من مقدمتين كقولنا العالم متغير وكل متغير حاله، والقياس المركب من أكثر من مقدمتين.
مقدمتين قولنا. يعني الأول القياس البسيط يتركب من مقدمتين فقط، العالم متغير وكل متغير حادث، هذان مقدمتين، هل في ثالثة؟ إنما المركب تجد فيه كم مقدمة يزيد على إيه؟ على اثنين، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، خمسة، ستة. يعني شوف كده هنا، النباش آخذ للمال خفية، هذه مقدمة أو هذا قول، وكل آخذ للمال خفية سارق، هذا قول ثاني، وكل سارق تقطع يده، هذه مقدمة ثالثة. شوف كده لفين النتيجة، النباش تقطع يده. إذن هذا القول نتج عن قياس بسيط ولا عن قياس مركب؟ عن قياس مركب. نعم. وقوله مستلزما خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج لعدم تكرر الحد الوصل. يبقى إذن لابد في القياس أنه شرطه أن يدخل الحد، يندرج الحد ليه الأصغر في الحد ليه الأكبر بواسطة ليه الحد الوسط. فإذا لم يتكرر الحد الوسط يبقى هذا قياس غير منتج، كل إنسان حيوان، لازم تيجي في المقدمة الثانية مثلا وكل إنسان أو كل حيوان، فإذا لم يتكرر يبقى هذا غير منتج، كل إنسان حيوان وكل فرس صهال، يبقى هذا ينتج لعدم تكرر الحد الوسط. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا ينتج، انه لسه حياتي ان شاء الله في باب الاشكال الاربعه فيها ضروب منتجه وفيها ضروب عقيمه، فالذي يتركب من ضروب منتجه يكون منتجا، والذي يتركب من ضروب عقيمة يكون عقيما، يعني ليس منتجا، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم، لا يستلزم شيئا. ليه؟ لأنه هنا في شرط اللي هو إيجاب الصغرى، والصغرى هنا سالبة، وهذا قياس من أي شكل؟ من الشكل الأول، والشكل الأول شرطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فإذا فقد شرطا من الشروط أصبح عقيما، كما قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فكذلك في الأشكال أو الضروب فيها ما هو ينتج الذكور، مثلا زي الشكل الأول ينتج الكلية الموجبة، وفيما ينتج الإناث، يعني خلي مثلا الذكر موجب والأنثى سالب، فيما لا ينتج لا إناث ولا ذكور، هذا يسمى عقيم. وقولنا بالذات خرج به ما يستلزم لا لذاته كقياس المساواة، يبقى هذا اسمه استلزم ولكن لمقدمة أجنبية لا لذاته كقياس المساواة، وهو المركب من قضيتين متعلق محمول إحداهما موضوع الأخرى، كقولنا زيد مساو لعمر وعمر مساوي لبكر، فإنه يستلزم مساواة زيد لبكر، لكن ليس هذا لذات القياس بل لمقدمة أجنبية، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساو للشيء، زي ما قلنا الأفضل، الأفضل من الأفضل على شيء فهو أفضل من الشيء نفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم
أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الملائكة، فيلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. واضح؟ لا. هل ترى أنك لو كنت الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق لم يلزم منه أن الإنسان مباين للناطق، لأن مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء؟ يعني ممكن شيء مخالف لشيء، فلا يلزم من الشيء المخالف لهذا الشيء أن يكون مخالفا لما خالفه. واضح ولا لسه؟ نعم. وقولون قولا آخر المراد به النتيجة، فإنها قول مغاير للقضيتين القياس، فيخرج به القضيتان المستلزمتان لإحداهما كقولنا زيد قائم وعمرو جالس، فهاتان القضيتان يستلزمان إحداهما ولا يسميان قياسا لأن إحداهما ليس قولا آخر. نعم. والمراد بقولنا مستلزما بالذات قولا آخر أن القياس متى استخدم استلزم النتيجة سواء كان صادقا كما يعني، لأنه ممكن القياس يكون على سبيل الجدل أو على سبيل المغالطة أو على أنه يقين. المهم شوف كده، متى سلمت ولو كان تسليمك خطأ استلزم هذا قول ثالث. ولهذا بيقول هنا ايه، متى سلم يعني اذا انت سلمت يعني وافقت استلزم النتيجة سواء كان صادقا كما مر أو كاذبا. فأنا مثلا بأجادل الإنسان فبقول له كل إنسان حمار على سبيل المغالطة وكل حمار صهال، وهو سلم بهذا يعني أنه حمار فوافق أو لم يعترض، فبناء على تسليمه يستلزم أن كل إنسان صهال. وإنما قلنا ذلك لأن التعريف يجب صدقه على القياس الصادق والكاذب. ولهذا الشيخ قال إيه، قال شوف كده في الشرح قال إيه، قال متى سلم يعني إذا سلمت به، وهذا يكون عند الجدل أو عند مجادلة الخصوم، فإنه أي الخصم إذا سلم لخصمه فالخصم يرتب على ذلك قولا ثالثا ولا يستطيع المجادل أن ينكره لأنه سلم به. خلاص كده؟ يعني أنت مثلا سلمت به، يعني أنا مثلا في القياس بتاع سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جادل مين، هذا كان جدلا جدالا، قال له إيه إن الله يأتي، قال له ربي الذي يحيي ويميت، فقال إيه العدو أو المجادل ماذا قال، قال أنا أحيي وأميت، فإبراهيم عليه السلام قال له سأسلم لك بذلك أنك تحي وتميت، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني ربي يأتي بالشمس من المشرق، وكل من لا يأتي بالشمس من المشرق فليس بربي، إذن أنت لست بربي لأنك غير قادر. فماذا قال؟ قال فبهت الذي كفر. لماذا بهت؟ لأنه سلم بالقياس، لو لم يسلم به كيف تحتج عليه؟ فإذا كان هناك محاورة بينك وبين إنسان مثلا مخالف لك في المذهب أو في الفكر أو في العقيدة فتحتج عليه بقياس، فتقول له مثلا أنتم تقولون في مذهبكم كذا، فيقول نعم، فتقول له يلزم كذا، فلا يستطيع. إنما إذا أنكر في البداية أنه لا يوجد هذا في المذهب لا تستطيع أن تقيم عليه الحجة. يلا. قال المصنف رحمه الله ثم القياس عندهم اسمان فمنهما يدعى بالاقتران، ثم للترتيب الذكري القياس عندهم أي مناطق اسمان هم الاقتران والشرط،
فمنه ما يدعى أن يسمى بالقياس الاقتراني لاقتران الحدود فيه وعدم فصلها بأداة استثناء. يبقى القياس الاقتراني سمي اقتراني لأن الحدود فيه مقترنة. إيه معنى مقترنة؟ يعني أول حاجة الحد الأصغر، وبعدين الحد الوسط، وبعدين الإيه؟ الحد الإيه؟ الأكبر، وبعدين النتيجة. وهذا مقترن، يعني هذا إيه؟ شوف كده، العالم متغير وكل مقترن به، يعني مجتمع. الاقتران يعني الاجتماع، يعني اقترن يعني اجتمع دون إيه؟ فاصل. فهذا يسمى إيه؟ القياس الاقتراني. لماذا سمي بالاقتران يا شيخ محمد؟ لاقتران الحدود، يعني الحدود، الحد الايه؟ الوسط، الحد الاصغر والحد الوسط والحد الاكبر. فيسمى هذا الحدود مقترنة. ما تعريف القياس الاقتراني؟ شوف بيقول كده: ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران. خلاص، وهو شوف كده تعريفه: والذي دل على النتيجة، هو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. يعني القياس الاقتراني ما دل على النتيجة بالقوة، لأنه عندنا الدلالة على النتيجة إما أن تكون بالقوة وإما أن تكون بالإيه؟ بالفعل. فإذا دل على النتيجة بالقوة فهذا هو القياس الإيه؟ الاقتراني. دل على النتيجة، خلاص، وهذا مخرج لما عدا القياس الاستثنائي، فأخرجه بقوله بقوة، فإن الاستثناء يدل بالفعل على النتيجة أو نقيضها لا بالقوة، وذلك أن النتيجة لازمة للقياس والقياس ملزوم لها. فإن دل القياس على النتيجة بالمعنى يعني إيه؟ بالقوة، لا بالتصريح اللي هي الصورة الفعلية، فهذا يسمى الاقتراني. ويا معنى دلالته بالقوة، يعني إذ قوة اللفظ هي معناه، وإن دل على النتيجة أو على نقيضها بالفعل، يعني بذكر مادتها وصورتها، فهو الاستثنائي، ومادة النتيجة هي طرفها. وقلنا سمي باقتراني لاقتران الحدود الثلاثة فيه، من حيث إن الوسط يقترن بكل واحد. هم في كم حد في القياس؟ كم حد؟ ثلاثة. الحد الايه؟ أصغر، والوسط، والأكبر. فتجد الحد الوسط مقترن بالأصغر ومقترن بالأكبر، يعني رابط بين الاثنين. زي ايه؟ شوف يقولوا تاني مثلا: العالم متغير وكل متغير حادث. حيجي الايه؟ النتيجة العالم حادث. فتجد الحد الوسط رابط بين الحد الايه؟ الأصغر وبين الحد الايه؟ الأكبر. وذلك يسمى ايه؟ الاقتران، يعني الربط أو الجمع بينهما، بخلاف الايه؟ الاستثنائي. وأما قول واختص بالحملية فمقتضاه أن الاقتران لا يكون في القضايا الشرطية، ولكن في كلام في هذا سنقرأه إن شاء الله. يلا شكرا. القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران، ثم للترتيب الذكري القياس عندهم المناطق قسمان، هما الاقتراني والشرط. فمنهما يدعى أن يسمى بالقياس الاقتراني لاقتران الحدود فيه وعدم فصلها بأداة استثناء، كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث. وعرفه بقوله: وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. وهو الذي دل على النتيجة بقوة بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء. ألا ترى أن قولنا: العالم متغير وكل متغير حادث يدل على النتيجة وهي العالم حادث؟ لكن خد بالك، شوف كده، النتيجة اللي جاءت اللي هي العالم حادث، هذا القياس دل عليها. إيه معنى دل؟ يعني قبل وجودها بهذه الصورة فهي موجودة بالقوة. ما معنى وجودها بالقوة؟ يعني هي متفرقة الأجزاء،
لأن النتيجة التي هي العالم حادث أجزاؤها موجودة في القياس لكن دون ترتيب. فكلمة العالم موجودة وكلمة حادث موجودة قبل أن تكون النتيجة، وذلك هي موجودة بالقوة. لو كانت موجودة بالفعل لكانت نفس النتيجة موجودة، يعني صورتها، لكن هي موجودة بمادتها دون أن تكون مرتبة. لما أقول كذا الطالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، شوف عندي طالب وعندي ناجح، تأتي النتيجة الطالب ناجح، مع أنها موجودة في المقدمتين لكن موجودة به بالقوة، يعني موجودة متفرقة الأجزاء. كل ما في الأمر أن النتيجة جمعت ما تفرق، فهذا معنى كلمة موجودة بليه؟ موجودة بالقوة. أما اللي موجودة بالفعل حيبقى معنى كده إيه؟ نفس النتيجة، يعني نفس الصورة بتاعتها موجودة في القياس. يلا. بمعنى أن أجزاءها متفرقة فيه لأن موضوعها موضوع الصغرى ومحمولها محمول الكبرى. واختص أي القياس الاقتراني بالقضايا الحمية فلا يركب إلا منها لا من الشرطية، وهذا رأي المرجوح. والصحيح رأي الجمهور أنه هو يتركب من الحملية ومن الإيه؟ ومن الشرطية، يعني ممكن يتركب من شرطيتين ومن متصلتين أو منفصلتين أو من شرطية متصلة وشرطية منفصلة أو من حملية وشرطية، خلاص؟ يعني يأتي في الشرطيات كما يأتي في الحمليات، وهذا رأي الجمهور وهو الرأي الراجح. أما الذي قاله الناظم هو المرجوح. والصحيح أن القياس الاقتراني يؤلف من القضايا الحمليات كما تقدم ومن القضايا الشرطيات. يا شوف الشارح الشيخ الكويسني قال لك لا، هذا الذي قاله الشيخ مرجوح أو ليس صحيحا، وإنما الرأي الراجح أو الصحيح أن القياس الاقتراني كما يؤلف من الحمليات يؤلف من القضايا الشرطيات. وهذا هو المثال، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وكلما كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة، فينتج كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة. واضح؟ بعد كده حيأتي أنواع القياس. قلنا القياس فيه كم نوع؟ ها؟ القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. يلا أنواع القياس. فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. فإن ترد تركيبه أي القياس الاقتراني فركب مقدماته أي مقدمتيه إن تركب من مقدمتين أو مقدمات إن تركب من أكثر. على ما وجب أي على الوجه الذي وجب من الإتيان بوصف جامع بين طرفي النتيجة وهو الحد المكرر، وبه حصلت المقدمتان إحداهما مشتملة على موضوع النتيجة أو مقدمها والأخرى على مهمولها أو تاليها. ومن اندراج الأسفل تحت الأوسط في الاقتران كما سيأتي. ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا. رتب المقدمات يعني أنك تقدم الصغرى منها التي هي مشتملة على موضوع النتيجة أو مقدمها، يعني في الموضوع أو المقدم على الكبرى، وهي المشتملة على محمولها، يعني موضوع النتيجة موجود فين؟ في الصغرى، ومحمولها موجود فين؟ في الكبرى. ويكون على ذلك الوجه الخاص ككون الصغرى موجبة والكبرى كلية كما في الشكل أو الحياة الأشكال وتنظيمها إن شاء الله. وانظر أي انظر صحيحها أي إلى المقدمات مميزا متميزا من، يعني تميز الصحيح من الفاسد من جهة النظم، يعني لما تكون المقدمتين سالبتين أو جزئيتين
إذ لا إنتاج لسالبتين أو لجزئيتين، ومن جهة المادة بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة. لازم تختبر المقدمات فتعرف الفاسد، سواء من جهة النظم يعني من جهة الصورة أو من جهة المادة، لأن الفساد إما أن يكون بسبب الصورة يعني مقدمتين سالبتين أو جزئيتين، أو بسبب المادة يعني إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فتختبر يعني تمتحن بالاستدلال عليها إن كانت نظرية، هل هي هذه المقدمات هل هي يقينية أو هي ظنية، هل هي صحيحة هل هي فاسدة. هذا كله لازم من عشان نعرف هذا جيدا، لازم نعرف الدرس اللي هو صفحة كام اللي فيه المواد اللي هي أقسام الحجة، صفحة عندنا 139 اللي هي قال عنها الشيخ أجلها البرهان. يعني نشوف المقدمتين هل هما برهانيتان، يعني برهان يعني قطع ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. ما هي المقدمات؟ لازم نختبرها، شوفها هل هي من الأوليات، هل هي من المشاهدات، من المجربات، من المتواترات، من الحدسيات، من المحسوسات. فهذه الستة هي اليقينيات، أما غيرها يا إما جدل يا إما سفسطة يا إما ظن يا إما وهم يا إما شك إلى آخره. يبقى إذن كيف نعرف صحيح المقدمات من فاسدها؟ نقرأ باب أقسام الحجة، فنجد الحجة يعني الحجة يعني الدليل حيتركب من اللي هو اليقين. جمع اليقين كم قسم؟ كيف نعرف أن هذه المقدمة أو المقدمتين معا أو الثلاثة؟ ما ممكن يكون القياس بسيط وممكن يكون مركب، فكيف نختبر مقدماته؟ إذا أردنا أن نعرف هل هي مقدمات يقينية أو لا، فنستدل عليها. هل هي من الأوليات، من المشاهدات، من الحدسيات، من المجربات، من المتواترات إلى آخره؟ فإن لم يكن يبقى إذن لا نأتي إلا بالظن يعني احتمال، وقد قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. مختبرا أي حالة كونك مختبرا للمقدمات بالاستدلال عليها إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا. وهذا بيان للوجه الخاص الذي ذكره سابقا في قوله على ما وجب، فلا يقال هذا تكرار لما تقدم. يعني إذا لابد من اختبار المقدمات، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. يعني لابد بعد ترتيب المقدمات الترتيب الصحيح، عندنا أمرين، تفسد أو تبطل بهما النتيجة، اللي هو فساد الصورة، يعني في فساد يرجع إلى صورة القياس، وفي فساد يرجع مش إلى الصورة، إلى المادة. عرفت الصورة عن الشكل، يعني خرج عن الأشكال الأربعة أو خرج عن الضروب المنتجة. هذا الفساد متعلق بالصورة. أما تعلق بالمادة يبقى خرج عن أقسام الحجة، يعني هو فساده ليس من جهة الصورة، وإنما هو من جهة المادة. يعني نريد أن نختبر هل المقدمة الصغرى وهل الكبرى هل هي قطعية يقينية، ولا هي مجرد اعتقاد أو ظن. فإن كانت المقدمات أو بعضها يعني ممكن تكون واحدة فيهم يقينية والأخرى ظنية،
هتفسد النتيجة. عشان تنتج اليقين لازم يكون مركب من يقينيات، أوليات، مجربات، حسيات، مشاهدات، متواترات إلى آخره. ليه؟ فإن لازم الحق حق ولازم الفاسد فاسد. يعني كيف تكون المقدمتين، كيف تكون المقدمتان فاسدتين وتنتج الصحيح؟ هل يمكن؟ كيف تكون يعني مثلا كده حتى بالعقل كده، لما يجي واحد موجب وواحد سالب يبقى في انتاج، انما لو انثى تزوجت انثى هل يكون هناك انجاب؟ هكذا سالبتان، مش كيف يخرج الولد من سالبتين؟ لازم يكون فيه ها موجب وايه وسالب. يبقى ننظر كما أشار المصنف، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. يعني زي ما تجيب المقدمات، زي ما بيقولوا كذا في العلماء، يقول لك كل إناء ينضح بما فيه. فلما تقول مثلا كل إنسان فرس وكل فرس جماد، إيه اللي حينتج؟ كل إنسان جماد. هل الفساد هنا رجع إلى صورة القياس ولا إلى مادته؟ لأن الصورة صحيحة، الصورة إيه؟ صحيحة. إنما الفساد فين؟ في المادة. زي مثلا أشير إلى هنا على السبورة في صورة فرس، مش فرس حقيقي، صورة. عارف الصورة؟ صورة خدتها في الموبايل، فقلت إيه على الصورة، هذا أو هذه فرس وكل فرس صهال، فهذه صهال. القياس صحيح، صحيح من حيث إيه؟ من حيث الشكل، من حيث الصورة. إنما الخطأ فيه في المادة، لأن هذه ليست فرس وإنما صورة فرس، والصهال هو الفرس وليس الصورة. فهنا إذن الفساد إما يرجع إلى إلى الصورة أو يرجع إلى إيه؟ إلى المادة. فلو قلت كده، شوف كده الصورة، كل إنسان فرس وكل فرس جماد، صح كده؟ يبقى إذن النتيجة هتبقى كل إنسان جماد بحسب إيه؟ بحسب الصورة، ليس بحسب إيه؟ المادة. وهذه كاذبة. ليه؟ لماذا كذبت النتيجة؟ لكذب المقدمتين معا. كل إنسان فرس دي كذب، وكل فرس جماد كذب. يبقى إذن كذبت النتيجة لكذب المقدمتين. طب ممكن تقول كده، كل إنسان فرس وكل فرس صهال، هتنتج كل إنسان صهال، وهي كاذبة أيضا. لكن لماذا كاذبة هنا؟ لكذب إحدى المقدمتين وهي الصغرى فقط. يعني ممكن تكون النتيجة كاذبة لأن المقدمتين كاذبتان، وممكن تكون كاذبة لكذب واحدة فقط. وقس على هذا، والمقدمة بيسموها القضية التي جعلت جزء الدليل، سميت بذلك لتقدمها على المطلوب، فإن لم تكن جزء الدليل لم تسمى القضية مقدمة. يعني مثلا هجيب لك مثال آخر وحتجده صحيح، بس هيبقى الايه النتيجة خطأ. شوف كده، إذا قلت الأربعة عدد، مش كده؟ الأربعة عدد، الأربعة عدد ولا مش عدد؟ لا، وكل عدد إما زوج وإما فرد. الأربعة عدد وكل عدد إما زوج وإما فرد، إيه اللي حينتج؟ الأربعة إما زوج وإما هذا خطأ، مع إنه المقدمتين صحيحتين. الأربعة عدد وكل عدد إما زوج وإما فرد، فهذا ينتج الأربعة إما وهو كذب. خلاص،
يبقى إذن مع صدق مقدمتين، يبقى هذا من الضروب للعقيمة التي لا تنتج بيان أن الصغرى مركبة من قضيتين إحداهما موجبة وهكذا، يعني لأن الكبرى في قوة قضيتين. المهم في خلاص حاجة ثانية ولا نقف كده؟ وصلنا فين؟ ها؟ وصلنا فين الآن؟ لا اقرأ يلا. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، أي لازم المقدمات وهو النتيجة آت بحسبها، فإن كانت المقدمات صحيحة صادقة كانت النتيجة صادقة، وإن كانت المقدمات فاسدة أو كاذبة لم يلزم صدق النتيجة بل تضطرب فتصدق تارة وتكذب أخرى. مثلا إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث فهذا قياس صحيح، مقدمتان صادقتان فنتيجته كذلك. وإن قلت كل إنسان فرس وكل فرس صحان فهو قياس كاذب إحدى المقدمتين فلا يلزم صدق النتيجة بل تكذب تارة كهذا المثال، فإن نتيجته كل إنسان صحان وهي كاذبة. يعني مرة تصدق ومرة تكذب. وتصدق تارة كما لو أبدلت الكبرى بقولك كل فرس ناطق فإن نتيجته كل إنسان ناطق وهي صادقة. ولذلك نقول إن صدقها أمر اتفاقي، يعني زي ما نقول كده صدفة، ليس مضطرد وليس منعكس، وإنما اتفق لخصوص المادة أو بواسطة مقدمة أخرى. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني يجب اندراج الحد الأصغر في الحد الأكبر. هي معنى الاندراج يعني الدخول. شوف لما نقول كده الطالب مجتهد، يعني مثلا محمد أو زيد أو فلان مجتهد، وكل مجتهد ناجح، فاندرج الطالب المجتهد اللي هو الحد الأصغر ده في قولنا وكل مجتهد. وكل مجتهد يعني هذا الطالب وغيره، وكل مجتهد ناجح، الطالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، فلا يمكن أن تأتي النتيجة إلا بسبب اندراج الأصغر فين؟ في الأكبر بواسطة الحد الوسط. فلولا هذا الاندراج لما يأتي الحكم اللي هو النتيجة لا تشمله لو لم يكن مندرجا فيها. فلماذا شملته؟ لأنه اندرج في الحد الأكبر، اندرج الأصغر فين؟ في الأكبر. لما أقول مثلا هذا خمر وكل خمر مسكر، إذا فحكمنا حكمنا على هذا يكون بالإسكار. لماذا؟ لاندراجه في قولنا كل خمر. وما من المقدمات صغرى، أي وما هي صغرى من المقدمات، فيجب اندراجها، أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب في أوسط الكبرى. مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان، فاندرج قولنا كل إنسان حيوان في قولنا وكل حيوان جسم، يبقى اندرج الإنسان في الجسم لأن الإنسان حيوان وكل حيوان جسم. فكيف اندرج هنا؟ كيف شمله الحكم؟ حكمنا عليه بالجسمية لأنه اندرج، أي الحد الأصغر في الحد الأوسط. الأصغر هو إنسان وقد اندرج في الحيوان فشمله حكمه، يعني لما حكمنا على الحيوان بأنه جسم صدق حكمنا على الإنسان لاندراجه في كلمة حيوان. وقد اندرج في الحيوان ينسحب عليه حكم. وذات حد أصغر صغرهما، وذات حد أكبر كبرهما، وذات حد أصغر يعني هنا وذات حد أصغر صرف، يعني هي المفروض وذات حد أصغر، يعني ممنوع من الصرف أنه على وزن الفعل، فلماذا صرف للضرورة؟ يبقى ذات الحد الأصغر هي المقدمة الصغرى، وهي ذات الحد الأصغر الذي هو موضوع المطلوب. يعني انظر
المطلوب اللي هو النتيجة. وإذا قال مطلوبا لأننا لم نصل بعد إلى النتيجة، يبقى الموضوع اللي تشمل على الموضوع يبقى اسمه المقدمة الصغرى، واللي تشتمل على المحمول تسمى الكبرى، كقولنا في المثال المتقدم كل إنسان حياة، فإنها مشتملة على الحد الأصغر وهو إنسان اللي هو الموضوع الذي يكون موضوعا في النتيجة. يعني موضوع النتيجة يبقى هو مذكور فين؟ في المقدمة الصغرى، ومحمولها يكون في المقدمة الكبرى. وذات حد أكبر كبرهما، أي وكبرى المقدمتين المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة، كقولنا في المثال السابق وكل حيوان جسم، فإنها مشتملة على الحد الأكبر وهو جسم الذي يكون محمولا في النتيجة. وسمي موضوع النتيجة أصغر لأنه أقل أفرادا غالبا من محمولها الذي سمي أكبر لكثرة أفراده، وسمي كل منهما حدا لأنه طرف القضية. يعني لماذا سمي الحد الأصغر أصغر؟ ليه؟ لأن أفراده أقل، والحد الأكبر لأن أفراده أكثر. وأصغر فذاك الاندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج، وأصغر صرف للضرورة فذاك الاندراج الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط كما تقدم. ووسط يلغى لدى الإنتاج أي الحد الوسط وهو المكرر في المقدمتين. يعني انظر، عندما تصل إلى النتيجة يحذف الحد الأوسط، وكيف نحذفه؟ ننظر إلى ما هو مكرر في المقدمتين فيترك عند الإنتاج. شوف كده، العالم متغير وكل متغير حادث، فين المكرر؟ متغير في المثال الأول لبسان وكل متغير. نحذف هذا هو الوسط، فإذا حذفناه خرجت النتيجة، يبقى العالم حادث. يعني معنى كده أن الحد الأوسط كالآلة يؤتى بها عند الاحتياج إليه في التوصل إلى المطلوب، ويترك عند حصوله، يعني عند حصول المطلوب يلغى إليه، يلغى الحد الأوسط. واضح؟ طيب، يبقى عرفنا الحد الوسط هو اللي بيجمع بين الطرفين اللي هو المكرر في المقدمتين. طيب، واحد يسأل لماذا يتكرر؟ لأنه لو لم يتكرر لم يكن بين المقدمتين ربط، ولم تكن النسبة فيهما لشيء واحد، فلأجل ذلك كانت أطراف مقدمتي القياس 4 في اللفظ و3 في المعنى، والثالث هو الوسط الذي يلغى لدى الإنتاج، وإليه أشار بقوله ووسط يلغى لدى الإنتاج. عندك الحد الأصغر والكبرى منهما والصغرى، والحد الأوسط هو المكرر. فحصل من هذا أنهم اصطلحوا على تسمية مقدمتي القياس صغرى وكبرى، وعلى تسمية أجزائهما الحد الأصغر والأكبر والوسط، فهي 3 وإن كانت في اللفظ 4، عشان كده لأنه أحدهما مندرج في الآخر. وبهذا نكون انتهينا من باب القياس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ستكون الأشكال 4. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفلون. اللهم صل
وعلى آله به وسلم عدد معلوماتك ومدادك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري. اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري.